اتأخرت قوي كده ليه؟ عبال ما خلصنا اللي ورانا. هو ده الكمبيوتر؟ ايوه اهو. يلا بينا احنا حاجة. ما تقعدوا كده تهدوا تشربوا لكم حاجة. يا دوبك بقى دنيا رحنا نمنا ساعتين، ورانا بكرة شغل كتير. ماشي يا حربي. هتيجي تشوفني تاني امتى؟ هتصل بيكي بكرة. طب النبي يا حربي لو شفت دعاء بسلم لي عليها. مالكيش دعوة أنت بدعاء. ابعدي عنها أحسن لك. خلاص بقى يا زين خلاص. يلا حربي خلينا نمشي من هنا يلا. تصبح على خير يا دنيا. وأنت من أهله. اصحى زين اصحى جدع بقى انت ايه قتيل اصحى اصحى امشي يلا زين يلا حبيبي يلا زين يلا زين اصحى حبيبي بس بس يا حرب على الصبح انت بتهش دبانه يا عم انت ناسي ان احنا رايحين لصلاح قبل ما نطلع على الباشا الكبير ولا ايه يا سيدي مانيش ناسي طب يلا اسيبك كده على القهوه وانت اصحى وفوق كده وخلي الواد بركه يصحى بقى عشان نروح المستودع عايز حاجه سلام وعلى الفل اصحى بركه قوم يا بخت واحد شايكوش اللي تقيل هذا كيمو عينيا يا نجم صباح الفل يا عم نوفل صباح النور يا ريس حربي ايه اللي مصحيك بدري كده؟ لا ما انا دلوقتي بصحى بدري عشان افتح المستودع للعمال عشان الشغل يمشي قوام قوام عفارم عليك يا عم نوفل يا راجل يا بركه أنا كنت عايز أشكرك عشان الموقف اللي أنت عملته مع دعاء وخليتها تمشي من عند دنيا ورجعتها المنطقة تاني عيب عم نوفل ما تقولش الكلام ده دعاء دي بنت حتيتي زي أختي بالظبط ربنا يديم المحبة أول ما أنا عشان العمال يا عيب عم نوفل خلاص الشاي عندي اتكل أنت على الله طول عمرك صاحب واجب سلام عليكم وعليكم السلام احلى شويه شاي لاجدع كوماندا في المنطقه صباح الفل يا كيمو صباحك ورد يا عمنا باشا نورت يا باشا سياده الباشا بنفسه مشرف عندنا النهارده وانا بقول الدنيا منوره كده ليه اتفضل يا باشا اتفضل اقعد متكسفش ازيك يا حربي بخير يا باشا بخير طول ما سعادتك بعيد عني تحب تشرب حاجه يا باشا على حسابي بس انت يعني ضيفنا واكرام الضيف واجب انا لا جاي اشرب ولا جاي الضيف انا جاي اعرف حاجه واحده بس انت عايز توصل ليه يا حربي اوصل لايه في ايه بالظبط يا باشا موضوع اماني موضوع اماني انا عرفت من سياده اللواء انك ناوي تقابله الجمعه اللي جايه سياده اللواء بنفسه هو اللي طلب انه يقابلني واظن يعني كان هيبقى عيب قوي لو رفضت اني اقابله مش دي الاصول برضه يا باشا ولا ايه لا والله بتفهم في الاصول يعني ما انا اصلي قلت لك يا باشا من الاول انا طيب وابن حلال بس انت اللي مش واخد بالك وانت ناوي تقول ايه بقى لسياده اللواء في المقابله دي والله يا باشا يعني الحقيقة لسه مش عارف يعني بس هو يعني هنقعد مع بعض ونتكلم والكلام هيجيب بعضه أكيد وأكيد برضه سيادة اللواء هيحكي لك على دار بني مش هو برضه ما بيخبيش عنك حاجة هو هتفتكر يالا إن العربية اللي أنت فرحان بيها ولا كام هدمة اللي أنت لابسهم وفرحان بيهم برضه ولا القرشين اللي معاك اللي عالم جبتهم منين هيخلوني أنسى أصلك أنا سبق ونصحتك قبل كده يا حربي بس واضح إن أنت راكب دماغك ومش عايز تسمع النصيحة ومصر تقف في سكتي. وأنا اللي يقف في سكتي يا حربي بفرمه. إيه يا باشا؟ هتشدني وتعلقني زي زمان ولا إيه؟ الكلام ده ما عادش ينفع معاك، ما جيبش نتيجة. أنت جتتك نحست من كتر اللي شفته. خلص يا باشا وهات من الآخر وقول اللي عندك. تحب يالا أفتح شنطة عربيتك وأطلع لك تربة حشيش ولا باكيتة بانجو؟ حاول يا باشا. حاول وتعملها. لو عايز تشوف شغل الحواه كمل في السكه اللي انت ماشي فيها وساعتها هتشوف العين الحمراء وشغل الحواه اللي على اصوله يا حربي انا كده قلت اللي عندي واظن كلامي واضح
زي الشمس في عز الظهر يا باشا. أنا كده خلصت كلامي، وقد أعذر من أنذر. كان عايز منك ايه الجدع ده؟ جاي ينصحني ويرسيني على مصلحتي. موضوع اخته برضه؟ ما تبعد عنها يا حربي وتسيبك من الهم اللي في دماغك ده. احنا فين اللي مكفينا اليومين دول؟ يلا بينا زين عشان نلحق صلاح. ايوه بس عايزين نعدي على المعلمه انشراح الاول. اهو اطمن على دعاء وبرضه يعني ناخد المعلمه في سكتنا نوصلها المسبك. ماشي يا عم الحبيب. ازيك يا بنت يا سهر؟ ان شاء الله تسلم يا معلم. امال المعلمه فين؟ خرجت من بدري راحت على المسبك. ودعاء لسه نايمه ولا ايه؟ لا دعاء راحت مع المعلمه. راحت فين؟ دي ما قلت راحت المسبك. ايه يا دعاء؟ مش هتفضلي قاعده كده؟ امال عايزاني اعمل ايه بس يا معلم؟ ومساعديني. وانا ما بفهمش حاجه في شغل الحديد والمسابك والخرده والحاجات دي. هو انت يا دعاء لما كنت بتشتغلي في الكافيتيريا اللي انت فيها دي مش لما كنت بتطلعي طلب كنت بتأيديه عشان تعرفي اللي ليكي واللي عليكي؟ اه بس هو ده اللي انا عايزاه منك. كل الطلبات بتاعه الحديد والسياخ اللي قدامك دي عايزاكي تأيديها، تكتبي الكميه وصاحب الشغل يعني اسم العميل والقيمه اللي احنا عايزينها منه وميعاد التسليم وتعمليهم في جدول بس زي شغل الكافيتيريا بتاعك. بس ايه دي سهله قوي يا دعاء. سهله ازاي؟ بس انا خاف اغلط. اغلطي عشان تتعلمي الصح. اغلطي وانا جنبك عشان اعلمك تعملي ايه وما تعمليش ايه. بركاتك يا ابو صلاح يا جامد. البلاغ جاب مفعوله بالجامد قوي وخلصنا الحمد لله من عزام وعنتر زي ما امر الباشا. علشان تعرف ان احنا مش بنلعب يا زين يا شعر. لا يا متر ده انت بتلعب وبتلعب على كبير قوي قوي كمان. طب ابو صلاح نسيبك احنا بقى نروح للباشا الكبير زمانه قاعد على نار عايز يعرف احنا عملنا ايه امبارح وصلحنا ازاي. انتوا هتعدوا على عدلي عشان تروحوا معاه؟ لا حبيبي احنا المره دي هنروح لوحدينا. ايه؟ هتروحوا للباشا على طول كده منكم ليه؟ ما احنا خلاص بقينا كبار والكبير ما يتعاملش غير مع الكبير اللي زيه. المهم بس هو يوفي بوعده ويدينا الكبريه والمقاولات زي ما قال. هيوفي يا زين هيوفي. انتوا خلاص ما عادش فيه على الحجر غيركم. ده انتوا مش هتطلعوا لفوق بس ده انتوا هتطيروا في السماء. حبيبي ابو صلاح انا دلوقتي بس عرفت انا بحبك قوي كده ليه. ما تجيب بوزه. ربنا ما يحرمكم مني يا حربي ومبروك الشغل الجديد. الله يبارك فيك يا احسن محامي فيك يا مصر. كده ما عادش فاضل قدامنا غير عدلي. عدلي ده مش سهل، ده دراع الباشا اليمين وعارف كل تخانيقه. وهيروح مننا فين؟ دوره جاي جاي. ايوه يا متر، بس عدلي ده راجل تعلم، ما هواش غبي زي رشوان ولا متهور زي عزام، ولا هو طيب وعلى نياته زي عنتر. صعب يا متر نوقع راجل زي ده. أنا قلت لكم سيبوا موضوع عدلي ده عليا أنا. شكلك كده أبو صلاح رسمت الرسمة تمام وخططت لها مظبوط. دفع عدلي ثمن اللي عمله فيه غالي قوي. أنت ناوي على إيه يا متر؟ ناوي أشربه من نفس الكاس اللي شربني منه زمان. المهم لما ترجعوا من عند الباشا وتكلموني طمنوني عملتوا إيه.